أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الأحد 14 مارس 2021. يتميز مواليد برج الحوت بقدرتهم على الصبر وتحمل المتاعب، فنادرا ما يصيبهم الإحباط واليأس، ويسعون بكل ما لديهم لتحقيق أهداف، وهو ما يجعلهم مميزون في العمل، حيث ينجزون عملهم بإخلاص ودقة متناهية، ويحصدون دائما ثقة مدراءهم. وبالنسبة لحياتهم الاجتماعية فهم أشخاص محبين للطبيعة والمناظر الخلابة، لذلك ينتهزون الفرص دائما للخروج للطبيعة والسفر. عليك بالأمور المالية تهمك اليوم، وهي في سلم أولوياتك يا عزيز الحوت، لأن وضعك المالي متدهور ومصاريفك في ازدياد هذا الشهر تصل إلى ذروتها اليوم. عاطفيا، فترة ما بعد الظهر تتفرغ إلى من تحب لأنك مشتاق إليه جدا، وانتبه إلى علاقاتك العائلية فستكون موضع اهتمامك في المساء، لكن ليس بالشيء المهم، فكثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي والبدء مجددا شرط الاستفادة من الماضي. وعلاقتك مع شريك حياتك تسير على ما يرام، وقد تأخذ خطوة جدية لتأكيد الارتباط به، ولكن قبل الالتزام عليك دراسة كل شيء بشكل جيد حتى تستمتع بحياتك أنت وشريكك في المستقبل. ربما يكون عليك الاهتمام بشكل خاص بشريك حياتك، وينتابك اليوم شعور بالراحة، وذلك بسبب إنجازك لمهامك في الوقت المطلوب منك. يمكنك التواصل مع الأصدقاء ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إرسال رسائل قصيرة للإطمئنان عليهم ومعرفة أخبارهم. مهنياً، يسود الأجواء المزيد من الإيجابية وتختفي الانفعالات ويسد المنطق في العلاقات. اليوم سيمر بطريقة جيدة في العمل، ستلقى مساعدة جيدة من زملائك ورؤسائك في العمل، وستحصل على دعم كافي ليساعدك في النجاح في وظيفتك، وستقدر على إنهاء جميع أعمالك في الوقت المطلوب منك، وقد تجد بعض الوقت للخروج مع الأصدقاء في المساء. صحيا، لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وافتح نفسك للمزيد من الراحة، فحاول الحفاظ على نفسك وتجنب العدوى، واستمر في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي كنت تتبعها. يمكنك تناول الفيتامينات المكملة كنوع من تحسين المناعة وتقوية صحتك، سيساعدك نظامك الغذائي على التغلب بعض المشاكل الصحية الصغيرة.